السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة تطبيقات الأندرويد. هنكمل شوية شرحنا في سلسلة سيفينج داتا أو حفظ البيانات. أنا عملت انترفيس بسيط كده، هوت في سيف باتون ولود باتون، ماشي، عملت لهم ديزاين وحطيت لهم كود اهوت، ادي هنا الباتون، باتن سيف وباتن لود وباتن سيف. طبعا انتوا عارفين الكلام دوت، مش محتاج اشرحه تاني لان هو مشروح في المحاضرات السابقة. احنا النهاردة هنسيف الكلام ده جوه فايل، ايوه، تكست فايل في الاستورج بتاعة الجهاز بتاعتنا. فعشان نبدأ نسيف الفايل لازم نستخدم الفايل اوتبوت ستريم، وهنحط مثلا عنوان الفايل نيم هنا هنخليه هلو وورلد دوت، والمسج بتاعتنا برضو سترينج هنخليها هلو هلو وورلد في هلو فايل. نبتدي على بركة الله كده جوه البيتن سيف في الايفنت بتاعه، اهو زي ما خدنا بالظبط الفترات اللي فاتت. وهنقول ايه فايل اوت ستريم، هنسميه اف او اس، هيساوي نيو اوبن لا مش هيساوي نيو سوري هيساوي على طول اوبن فايل اوتبوت. وده بياخد نوعين بارامتر، اول حاجه الفايل نيم، ماشي، وتاني حاجة التكست النوع، مثلا هنخليه مود برايفت، اوكي. وبعد كده هنقول مثلا اف او اس دوت رايت دوت رايت، هناخد المسج وهنحولها لبايت دوت، نكتب قدامها جيت بايتس، تمام كده. وبعد كده هنقول له fos.close عشان خاطر ايه، ما يحملوش في الرام ويبقى البرنامج بتاعك اسرع. كده ده الكود بالظبط، بس هو معترض هنا على حاجه، قالك ان لازم يبقى في اي او اكسبشن، مثلا هنحط اي او اكسبشن، بس هو كله لازم يتحط جوه الاي او اكسبشن. دايما تراي كاتش بلوك طبعا، الناس عارفاه دوت من الجافا، احنا بنستخدمه عشان يكاتش اي ايرور وما يعملش ديستروي للبروجكت او الابلكيشن اللي احنا شغالين بيه، تراي كاتش. فانت هنا لما بيطلع عندك مشكله بتطلع هنا اهوت، مش لازم تعمل برنت ستاك تري لان دي بتطبع في الميموري، انت ممكن تظهرها للشخص. توست دوت ميك تكست، هنقول هنا مين اكتيفيتي دوت ذس و اي دوت جيت مسج، وهنقول هنا توست دوت لونج. هنا ده الشغل البروفيشنال، انت تستخدم التوست او اي حاجه عشان تطلع المسج الايرور دي بره المكان ده. فلو حد بيستخدم البرنامج يقول لك والله انا بدوس على الزرار الفلاني بيحصل كذا، يعني ده المفروض يعني، بس هو بيحفظها لك باي حاجه، بس انت المفروض تعمل دوت تراي كاتش ميثود ديت، تحط الكود بتاعك فيها عشان خاطر لو حصل ايرور ما عرفتش تقرا، في برميشن ناقص، في اي حاجه، السيستم كله ما يحصلوش كراش ويطلع لك بره ويقفل لك السيستم. انت كده احنا كده سيفنا اللي هو كلمه هالو وورلد جوه الفايل دوت، سميناها هالو فايل. طب احنا عاوزين بقى ايه في اللود فايل باتن لود، ان احنا نقراها تاني. عشان نقراها تاني بنستخدم فايل انبوت ستريم، نسميه FIS، نعمل هنا open file input، وهنا بنحط فيه بس ايه اسم الفايل، وطبعا يبقى في مكان اساسا جوه البروجكت. شوف هيديك نفس المشكلة، عاوز try catch برضو method، فهنكتبها من البداية، ناخدها ممكن ناخدها copy من هنا،
ده مش محتاجينه، وناخدها هنا كده ونبدأ نشتغل عليها. هنستخدم حاجة اسمها input reader، input stream reader. ماشي، هنسميه مثلا ISR. ISR ده ندي new input stream reader ونحط فيه الفايل input stream. وعشان احنا طبعا حولنا الحاجة البايتس، فهنعمل buffer reader عشان يقرا البايتس اللي احنا حولناه، اللي احنا حولنا طبعا الوورد اللي هي الوورد دي البايتس، فهنسميه هنا بي ار هيساوي نيو بافر ريدر. نيو بافر ريدر وحط فيه الاي اس ار اللي هو الانبوت ستريم ريدر. كويس كده، نبدأ بقى. احنا كده خلاص حصلنا على الداتا اللي جوه الفايل جوه البفر ريدر، فهنعمل سترينج بيلدر. سترينج بيلدر اس بي هيساوي نيو سترينج بيلدر، وبعد كده هنقول مثلا سترينج لاين، هنقول string line، و هنقول while. نبدأ بقى نمشي بقى عليهم byte byte أو line line عشان نبدأ نقراهم. فهيقول ايه بقى هنا، قوسين كده تانيين، هنقول هنا line لما تكون line بتساوي سوري بتساوي بس br buffer reader dot read line، حينما ديت هتكون لا تساوي الناتج اللي بيطلع فيها لا يساوي null. يعني انت لما توصل للاند اوف فايل هيوقف، انت بتقول له اقرا لي اللي موجود هنا line by line read line، حطه لي هنا، لما لو اللي فيها ده مش بيساوي نل كمل واعمل لي تاني، حط لي اقرا لي اللي هنا وحطه في اللاين هنا، ولو مش بيساوي نل لف لي تاني لحد توصل للاند اوف فايل اللي هيلاقي فيه اللاين الاخير بيساوي نل، فيعرف ان هو وصل كده للايه للاي او اف او الاند اوف فايل. هنلس string builder dot append. ماشي، ونحط فيه اللاين بتاعنا، احنا عاوزين نظهر اللي حصل ده، فنظهره في رسالة توست دوت ميك تكست مين اكتيفيتي دوت زيس، وبعدين هنا اس بي دوت تو سترينج عشان نطلع السترينج اللي احنا خزناه في السترينج بلدر، وهنقول هنا توست دوت لونج هنا دوت شو. كده احنا خلصنا، سيفنا الكلمة ديت في ملف اسمه فايل نيم، وطبعا انا سيفته في الديفولت لوكيشن. لو انت عاوز تسيفه حتى في الاكسترنال، بس لو سيفته في الاكسترنال لازم تحط له البرميشن ديت الاكسترنال ميموري. لو انت عندك اللوكيشن، طبعا عشان انا بشتغل على الايميوليتور دوت فما فيهوش اكسترنال ميموري، فانت هتبدا تحط البرميشن دوت لو انت عاوز تسيف حاجه على الاكسترنال ميموري. لو انت بتشتغل مثلا شغل ورق او تيفر اي حاجه بتحتاج فايل تسيفها فيه، فبتسيفها على الاكسترنال ستورج بالطريقه ديت، انك تحط البرميشن ده لازم جدا، ولا مش هيسيفها وهيكراش وهيديك ايرور. هنرن السيستم بتاعنا. دلوقتي هو ترن السيستم بتاعنا، هنعمل سيف، هو سايف كده الداتا في الفايل. بنعمل لود اهو، هلو وورلد، رجعه لنا تاني. وبكده احنا اهو لو عملنا لود تاني خلاص هيجي لنا تاني. خلاص كده احنا عرفنا نسيف الريزلت بتاعنا او اي داتا في فايل وسميناه وحطيناه على الانترنال ستورج وعملنا له لود كمان. اتمنى تكون المحاضرة دي مفيدة ليكم، ولو اي اسئلة اسألوها ما تكسفوش، واتمنى لكم التوفيق في حياتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.